لو ساغرا واحد الملتقى كيدار كل عامين ولا كل 3 سنين في الدار البيضاء في لوفيس ناسيونال دوبي هذه واحد 15 ولا 16 سنه. وحنايا هذا الملتقى كل مره كنكونوا فيه وكنقدموا الالات ديالنا وكنشوفوا الجديد عند لي زوتر مارك وكنشوفوا لي كليون ديالنا. عندنا واحد الوقت ديالهم باش نجلسوا مع الزبائن ديالنا ونشرحوا لهم فين وصلنا ايتو. كنظن هذا الملتقى تيجعل واحد لو ريزوتاج بيناتنا مزيان. كنتعرفوا بالناس اكثر وتعرفونا بواحد الوجه اخر حيت دابا حنا بعشري تكنيك ايتو تيجوا عندنا تنعطيهم واحد الوقت تنعطيهم واحد ديمونستراسيون كنعطيهم واحد لو طون اللي ما تيكونش عندنا ديما في المكتب. هذا بالنسبه لهذا الملتقى وكنتمناو يبقى حيتاش خاص التشجيعات ديال هذا الملتقى وخاص الالات اللي يجيو باسكو معنا من يعني تنفتخروا بهم باسكو الالات اللي كاينين بحال اللي كاين في اوروبا بحال كاين في المانيا بحال كاين في امريكا ايتو زعما اون رينا جالوزي دي في مودرن. بالنسبه للاشكاليات في هذا لو دومين ديالنا النقطه اللي مزيانه هو يعني كي تنقول الجماريك وداك الشيء معاونينا ولي تو سون انتريسون بالنسبه الى قارنا راسنا بالدول الاخرى اللي في افريقيا وفي الجزائر وتونس وتو ولكن اللي عندنا شويه قاصح في المغرب هي عندنا منافسه كثيره حيت كل شيء اللي ماركينين في المغرب بالنسبه للناس يعني بالنسبه لي كونستركتور المغرب كلشي كيبغي يجي للمغرب باش يبيع فيه وباش يكون واحد لو بريدج ولا واحد ترامبلان باش يمشيو لافريقيا دونك لي بيرو سانستالي سي دونك منافسه كتكثر. وملي تنقولوا منافسه كنقولوا اما غتنقص من الاثمنه اما كتنقص من الجوده اي سي ان شوا فيغ. الا نقصنا من الاثمنه شركات ما غادي يعيشوش بزاف الا نقصنا من الجوده سي با لو بوت دو جو دونك هذا هو الديلام اللي كنعيشوا هاد الساعه حيتاش واخا هكاك فهمتي يكونوا نقولوا لي زابيل دوف وداك الشيء كيكون شويه ديال المنافسه كثيره على ميتون ان سول مارشي. اللي شويه اوسي كيأثر علينا هو بوكو دامبورتاسيون دوزيام مام بداو يجوا من اوروبا اللي ماشي في مصلحه يعني الشركات اللي هنايا ستركتوري تو وشويه تاثر علينا في اونكور اون فوا في الجوده باسكو سي لا مارك كي لا مي كي اريفي دايور وكل واحد كيفاش تيستعملها وكل واحد كيفاش تيبيعها. وهذا قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.